احنا معنا مباشرة على الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. أستاذ أكرم أهلا بيك معنا يا فندم وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. تصحيحا يعني رئيس مجلس إدارة اليوم السابع أستاذ أكرم بعد ما تصريح أو بيان الهيئة العامة للاستعلامات بزيادة حجم المساعدات لأهالينا في القطاع امبارح بنلاقي أن 314 شاحنة دخلوا القطاع من خلال معبر رفح. تعليقك ومسألة الإصرار المصري على زيادة المساعدات وإدخالها لأهلنا في القطاع رغم كل المأساويات والأوضاع المعيشية اللي بيعيشوها هناك. يعني بالتأكيد طبعا 314 دول يعني مش بس هم، احنا عارفين انه زيادة الشاحنات لأكثر من 300 في اليوم، والحقيقة إدخال المساعدات منذ بداية العدوان 7 أكتوبر ومصر تقوم بدور مهم جدا ليس فقط في الضغط على إدخال هذه المساعدات ولكن لوصولها بكميات كافية كمان ولمناطق لا تصل إليها، وشفنا الإسقاط الجوي وغيره. فال 314 بالإضافة لإقبال عدد من المصابين ويعني 19 و 280 شاحنة دخلوا كمان من كرم أبو سالم. الجهود المصريه الحقيقه هي جهود على مستويات مختلفه، كافه المؤسسات سواء دبلوماسيه سواء سياسيه سواء معلوماتيه سواء حتى فيما يتعلق بالاجراءات الجاريه الان للضغط والوصول الى هدنه، ومصر هي اللي نجحت في الهدنه الاولى، وقبل ذلك في 2021 و2022 برضه الدوله المصريه هي اللي تدخلت في ده. فكره المساعدات مصر يمكن الجزء العاجل دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاءات واتصالاته مع زعماء العالم او اتصالاتهم مع مصر باعتبارها مركز مهم جدا بيحرص اولا على انه الجزء العاجل هو ادخال المساعدات، بعد ذلك وقف اطلاق النار او وقف العدوان بشكل اساسي، وكمان الحقيقه مفتاح القضيه اللي هو الدوله الفلسطينيه وعاصمتها القدس. ففكره المساعدات حتى اقناع العالم اصبح النهارده اصبح طبيعي جدا الضغط من كل دول العالم واخرها المستشار الانساني ليه تدفق المساعدات بالكميات الكافيه، المساعدات الطبيه، الغاز كمان يعني جزء مهم قوي من اللي دخل في الشحنات الاخيره، جزء مهم قوي الطاقه الغاز، كانت مصر حريصه جدا انه يدخل كميات كافيه من الغاز الطبخ او غيره للوصول لده، ومصر احنا عارفين انه عامله مخيمات مختلفه فيها مطاعم فيها كمان افران العيش اللي هي المباشره مش بس الدقيق والمساعدات. الدولة المصرية بمؤسسات المجتمع الآلي تحالف الوطن العمل الآلي الحقيقة عارفين طول رمضان على إنه يبقى فيه وجبات ساخنة يبقى فيه مساعدات يبقى فيه غيره، وهذا الجزء ليس سهلا لأنه مصر تنزل فيه جهود كبيرة في هناك محاولات كثيرة أكاذيب ومحاولات للتملص من هو الاحتلال، مصر بتواجهها في العالم كله وبتكشفها، وكان في محاولات للبحث عن شماعات ان هم لا ما بيمنعوش، لا ده كان مهم، ده جزء مهم قوي من سياسه ادخال المساعدات ان احنا بنكشف المحاولات التملص ومحاولات منع دخول المساعدات الى المناطق المختلفه وشمالا وجنوبا ومواجهه اقتحام رفح. فالدوله المصريه الحقيقه لم تتوقف منذ اللحظه الاولى وتبدو هي القادره في وسط توتر شديد وفي وسط تهديدات مختلفه بل واشتباكات تهدد باتساع الصراع اقليميا، شايفين ايران ودوله الاحتلال الاسرائيلي ازاي ده يعني كل ده بيتم ادخال المساعدات بصفته الجزء العاجل والجزء الرئيسي، ومصر الدوله المصريه هي اللي بتمتلك المفاتيح المختلفه والتواصل مع كل القنوات للوصول الى هدنه نامل ان تكون قريبه وان تنتصر على محاولات العدوان الاسرائيلي التملص من هذا الامر والهروب الى الامام. مظبوط، يعني ممكن زي ما حضرتك اكدت استاذ اكرم ان مصر بتشتغل على كل المحاور بالتوازي، يعني محور ادخال المساعدات ده في المقام الاول بجانب طبعا دورها الاساسي والرئيسي في المفاوضات اللي بتتم ما بين كل الأطراف المعنية بهذه المسألة. أنا بشكرك جدا الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع.